بسم الله الرحمن الرحيم. تذكرون في المحاضرة السابقة أننا كنا قد انتهينا إلى هذه الصورة ووعدناكم هناك أن نبدأ بشرح أحوال الهمزة والألف حالة حالة وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ الحديث عن أحكام الهمزة في أول الكلمة بإذن الله تعالى، يعني أننا سنتحدث عن أحكام همزة القطع وهمزة الوصل. إذا درسنا في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى هو الحديث عن همزة الوصل وهمزة القطع. عرفنا في المحاضرة السابقة الفرق بين هاتين الهمزتين من حيث الكتابة فقد عرفنا أن همزة الوصل تكتب بهذا الشكل كالألف وأن همزة القطع تكتب بهذا الشكل: الف وفوقها رأس عين صغيرة أو الف وتحتها رأس عين صغيرة، وكلاهما يقع في بداية الكلمة. الآن نريد أن نعرف ما الفرق بين الهمزتين من حيث النطق بعد أن عرفنا الفرق بينهما من حيث الكتابة، من حيث الكتابة أصبح الفرق واضحا. ولكن نريد أن نعرف الفرق بينهما من حيث النطق. همزة الوصل لو أخذنا فعل مثل استغفر المؤمن ربه. استغفر نجد أن عند الابتداء بنطق هذه الكلمة نقول استغفر فهذه الهمزة منطوقة منطوقة لأنها وقعت في بداية الكلام. ولكن حين نجعل قبلها واو مثلاً فإن هذه الهمزة تختفي من النطق وإن كانت مكتوبة لأننا سنقول الآن واستغفر وس لاحظ أننا نطقنا الواو ثم نطقنا بعدها السين مباشرة فقلنا واستغفر فهذه الهمزة كأنها غير موجودة من حيث النطق لذلك آآ آآ هذه الهمزة همزة تنطق في أول الكلام ولكنها تختفي إذا سبقت بحرف كحرف الواو أو الفاء إذن هي منطوقه عند ابتداء الكلام لا غير هذه هي همزة الوصل في حين أن عندنا همزة القطع مثل احمد تنطق في ابتداء الكلام لذلك إذا ابتدأت الآن تقول آ أحمد وإذا جعلت قبلها واو فإنك تقول وأحمد وآ وأ, وأ وأحمد إذا هذه الهمزة نطقت في بداية الكلام وفي درج الكلام في وسطه في حين أن همزة الوصل نطقت في أول الكلام ولكنها اختفت حين سبقت بحرف لذلك يقولون إنها تسقط في درج الكلام في حين ان همزه القطع ثابته في وصل الكلام يعني في درج الكلام او في ابتدائه لذلك هي همزه تنطق في ابتداء الكلام وتنطق اذا سبقت بحرف ايضا اذا الان عرفنا الفرق بين الهمزتين من حيث الكتابه وعرفنا الفرق بين الهمزتين من حيث النطق وكلاهما يقع في بدايه الكلمه بقي الان ان نتعرف على امر اخر مهم جدا وهو متى تكتب الهمزه في اول الكلمه همزه وصل ومتى تكتب همزه قطع ومتى تكتب همزة قطع؟ ومن المهم جدا أن تعلم أن القاعدة في التفريق بينهما من حيث المواضع بنيت على الشكل الآتي: نعرف هل الهمزة همزة وصل أو همزة قطع من خلال معرفة نوع الكلمة، هل الكلمة حرف أم الكلمة اسم أم الكلمة فعل؟ إذا سنتحدث عن الهمزة في اول الحروف لاننا نتحدث عن همزه الوصل وهمزه القطع وهما لا تقعان الا في بدايه الكلمه سنتحدث عن قاعده الحرف المبدوء بهمزة متى تكون الهمزة في همزة وصل ومتى تكون الهمزة همزة قطع ثم نتحدث عن الاسم المبدوء بهمزة متى تكتب همزة وصل ومتى تكتب همزة قطع ثم نتحدث عن الفعل المبدوء بهمزة متى تكتب الهمزة في أول همزة وصل ومتى تكتب همزة قطع إذا أعود وأقول مرة أخرى يجب عليك من اجل معرفة مواضع كتابة همزة الوصل وهمزة القطع ان تحدد نوع الكلمة اولا، هل هي حرف ام اسم ام فعل؟ اذا ضبط القاعدة يكون عن طريق معرفة نوع الكلمة التي وقعت فيها هذه الهمزة ومن هنا ان شاء الله تعالى سنبدا في الدرس القادم باذن الله.